واخر يقول: ما رايكم في قراءه الكتب التي تعالج مشاكل هذا العصر والفتن والمذاهب المعاصره والمذاهب المعاصره والمذاهب القدامه مثل القوميه والشيوعيه وغيرها، والكتب مثل كتب سيد قطب والموجودي ومحمد قطب ويوسف العظم واخره والندوي؟ طيب اذا قرأها ليستعين بما فيها العلم، اذا قرأ ما تيسر منها، لكن لا يغفل عن كتب السلف الصالح، يعتني في المصطلح الصالح مثل تسليم بن جرير ولغوي كثير من ينقلون عن السلف الصالح ويعلمون علومهم ويعتنون بها، ويستعين الكتب الجديده التي الفها اهل العلم، يستعين بها حتى يستفيد من علمهم ومن اساليبهم ومن طرقهم في الدعوه الى الله، يستفيد من ذلك ويضم العلم الجديد الى العلم القديم.